مكتب العمل يطرح برنامجا جديد للحصول على وظيفة خلال سنة واحدة. السويد تفتتح أكبر مركز للتطعيم ضد كورونا. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، اسي موبلر، الكشوان، ترانسفير جالاكسي، دينتالي، سدير فود. متابعينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس من ستوكهولم. كشفت دراسة أعدها مجلس مدينة يوتوبوري أن بعض الشبكات العائلية أو العشائر تجبر الناس على الزواج القصري لتوسيع مناطق نفوذها الإجرامي في المدينة، بحيث تزوج رجالا من عائلات لفتيات من عائلات أخرى بغرض توسيع الشبكة العائلية. وكان مجلس المدينة قرر في أيار مايو من العام الماضي التحقيق في الروابط المحتملة بين العنف المرتبط بالشرف والشبكات العائلية والتطرف وجرائم العصابات. وجاء قرار المجلس بعد توصيات لجنة عرفت باسم لجنة أماندا التي درست 42 حالة من حالات الاضطهاد المرتبط بالشرف في يوتوبوري في أعقاب حادثة شهيرة زوجت فيها فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً قصراً لرجل بالغ في العراق. وبحثت الدراسة الروابط بين الاضطهاد المرتبط بالشرف والجريمة المنظمة والتطرف خصوصاً في الأحياء الضعيفة، ما أدى في بعض الأحيان إلى انضمام أفراد من يوتوبوري لتنظيم داعش في سوريا والعراق. وخلصت الدراسة إلى القول أن معظم المسلمين ليس لديهم عنف مرتبط بالشرف ولا يؤيدون التطرف العنيف. في خبر آخر، أعلن مكتب العمل طرح مبادرة للوافدين الجدد أسماها السنة المكثفة، والتي تهدف إلى أن يجد المشاركون في البرنامج عملاً في غضون عام واحد. وزيرة العمل إيفا نوردمارك قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن الهدف هو رفع مستوى الطموح للقادمين الجدد بهدف إدخالهم إلى سوق العمل. واعتباراً من الغد 15 من نيسان أبريل سيعرض مكتب العمل على الوافدين الجدد المشاركة في مبادرة السنة المكثفة، وسيتم التركيز خلال السنة على جهود مكثفة لتعليم اللغة في مكان العمل بهدف تقصير الطريق إلى سوق العمل حسب ما قالت الحكومة. وفقاً للتقييمات الأولية التي أجراها مكتب العمل، فإن خمس المشاركين في برنامج الترسيخ سيكونون مؤهلين لهذه المبادرة، ولن يتاح للأشخاص التقديم بطلب للمشاركة في السنة المكثفة، بل مكتب العمل هو من سيختار المشاركين. وللمشاركة في البرنامج يجب أن يكون باقياً لدى الوافد سنة واحدة على الأقل من برنامج الترسيخ، وأن يكون قادراً على التفرغ الكامل. في ملف الجريمة، حكم على شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بالسجن مدة 17 عاماً وعشرة أشهر بعد إدانته بتهمة القتل ومحاولتي قتل عقب إطلاق النار الذي شهدته محطة الوقود في كونغس كورفا جنوب ستوكهولم أوائل العام الماضي. وذكرت الشرطة أن الشاب ينتمي إلى شبكة فوروبي الإجرامية المعروفة. في الوقت نفسه برأت محكمة سودرتون اليوم شابين آخرين من تهمة الضلوع في إطلاق النار. وقالت المحكمة في بيان صحفي اليوم إن الأدلة القوية ضد الشاب تمثلت في لقطات مراقبة من محطة الوقود ولقطات المراقبة التي تم التقاطها وسط فوروبي قبل ساعة من إطلاق النار. وكانت الشرطة السويدية قبضت على 30 شخصا من عصابة فوروبي التي تعتبرها الشرطة واحدة من أعنف الشبكات الإجرامية وأكثرها تنظيما في ستوكهولم. وبدأت مؤخرا في محكمة ستوكهولم المحلية محاكمتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة والشروع في القتل. في ملف كورونا، انتقد عدد من الخبراء الحكومة لتخفيفها القيود المفروضة في السويد الخريف الماضي في حين كانت عدوى كورونا تزداد انتشارا. وكانت الحكومة بدأت في آب أغسطس التخطيط لتخفيف القيود في الفعاليات الرياضية والثقافية
حين كانت العدوى تتراجع، غير أن الحكومة أعلنت عن أول تخفيف بالسماح للمطاعم بإقامة حفلات موسيقية تضم أكثر من 50 شخصا جالسين على المقاعد في نهاية أيلول سبتمبر، حين بدأ انتشار العدوى يزداد مرة أخرى. وانتقد أستاذ علم الأوبئة في جامعة أوميو يواكيم روكلوف الإجراءات الحكومية، معتبرا أنها أعطت إشارات بعدم وجود خطر فيما كان الخطر يتصاعد. وكان فريدريك ستجرين المسؤول عن اختبارات المرض في محافظة أوبسالا من بين أوائل من انتقدوا إجراءات الحكومة. هذا وسجلت السويد 60 وفاة جديدة بكورونا منذ أمس الثلاثاء، ووصل إجمالي الوفيات إلى 13720 حالة منذ انتشار العدوى في البلاد. وأظهرت آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 885385 حالة. وكان مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندي شتيغنل قال في مؤتمر صحفي أمس إن انتشار العدوى يتزايد في معظم المناطق، فيما تعاني الرعاية الصحية من ضغط شديد. ولفت توماس ليندن من إدارة الرعاية الاجتماعية إلى أن جميع المحافظات أبلغت عن تدهور متوقع في الوضع على المدى الطويل والقصير، أي خلال 4 أيام، مشيرا إلى خطورة الحالة في السويد بأكملها. في خبرنا الأخير، افتتحت محافظة ستوكهولم اليوم الأربعاء مركز شيستا ماسان للتطعيم ضد كورونا، وهو أكبر مركز للتطعيم في السويد وواحد من أكبر المراكز في أوروبا. سيقدم المركز في الأيام الأولى من افتتاحه 4000 من جرعات اللقاح، ليصل لاحقا إلى 10000 جرعة في اليوم. وتدير المركز شركة ويرلابس الخاصة نيابة عن محافظة ستوكهولم، وسيتم حجز المواعيد للقاح عبر تطبيق ألتيد أوبت. وسيكون التطعيم في البداية خلال ساعات العمل، لكن المركز مجهز ليكون قادرا على التطعيم في المساء وفي عطلة نهاية الأسبوع حسب توافر الجرعات. هذا ويعمل في مركز شيستا أكثر من 300 شخص يقومون بالتطعيم، إضافة إلى الأشخاص الآخرين كموظفي تسجيل الوصول وموظفي الأمن وغيرهم. وستكون فرق الطوارئ حاضرة في المكان في حال احتاج أي شخص إلى رعاية. نشرتنا انتهت، يتجدد لقاؤنا غدا، وإلى حينها يمكنكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على موقعنا الكومبس.سي. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبوكاس، أسي موبلر، الكشوان، ترانسفير جالاكسي، دينتالي، سدير فود.